الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فهذا هو موعد درسنا الأسبوعي إن شاء الله تعالى، عقب صلاة الجمعة في هذا المسجد الذي أرى فيه الآن ما كنت أراه قديما، والله زمان لم نرى هذا المنظر منذ فترة طويلة. ونسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وإياكم من شرف الدعوة إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. درسنا اليوم بعنوان: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. أخرج الإمام البخاري في صحيحه في عدة مواضع منه، من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: وظننا أنه شغل باظ، ها ما عادش في انضباط. قال عليه الصلاة والسلام: أي يوم هذا؟ قالوا: وظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس ذا الحجة؟ قالوا: بلى. أنا قلت نعم في الأول؟ طيب، بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس البلد الحرام؟ قالوا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمتكم في يوم شهركم هذا، في يوم بلدكم هذا، في يوم يومكم، في يوم يومكم هذا، في يوم شهركم هذا، في يوم بلدكم هذا. طبعا الروايات اختلفت في ترتيب اليوم والشهر والبلد. نبه النبي عليه الصلاة والسلام بما يتيقنون حرمته، بما أهدروا حرمته، فإنهم كانوا يعتقدون حرمة اليوم وحرمة الشهر وحرمة البلد في الوقت الذي أهدروا فيه الدماء والأعراض والأموال.
فأراد أن يقول لهم إن أعراضكم وأموالكم ودماءكم التي استبحتموها وليست محترمة عندكم هي كهي كالشهر الحرام كالبلد الحرام كاليوم الحرام. ولعلكم تذكرون قصة المغيرة وقصته مذكورة في حديث صلح الحديبية لما سافر مع 13 رجلا فلما شربوا الخمر قتلهم جميعا واستلب أموالهم وفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعلن إسلامه ثم وضع المال بين يديه وأخبره بحقيقة ما فعل فقال عليه الصلاة والسلام أما المال فأقبله منك أما الإسلام فأقبله منك وأما المال فلست منه في شيء إنه أخذ غدرا. أقول هذا بمناسبة هذا الانفلات الأخلاقي الذي ظهر بعد ثورة 25 من يناير، ولقد عانى المسلمون كثيرا من فقهاء الكيبورد الذين يجلسون خلف الكيبورد ويتكلمون ويسيئون الأدب. والذي أريد أن أنبه إليه أن جميع العلماء يقولون إن خبر المجهول هدر لا قيمة له، وهذا ما تعلمناه في علم الحديث وما بثثناه في محاضراتنا ودروسنا في السنوات الماضية. المجهول بأنواعه، مجهول العين، ومجهول العدالة، ومجهول الحال. الثلاث أنواع من أنواع الجهالة تنطبق على كل من يكتب خبرا أو يعلق تعليقا على الإنترنت، وهذا شيء لا بد أن يتدين المرء به. رجل مجهول العين، مجهول العين يعني إيه؟ يعني عينه لا تعرف. لو أنا قلت لك مثلا إبراهيم ابن سليمان الطوسي، تعرف عنه شيئا؟ تعرف بلده؟ تعرف أسرته؟ له ذكر في كتب التراجم؟ إطلاقا لن تجد هذا الاسم أبدا، إلا أنه مجرد اسم. ده اسم مجهول العين. مجهول العين يعني عينه لا تعرف. مجهول العدالة قد تعرف عينه ولكن لا تعرف عدالته. العدالة مسألة تتعلق بالديانة، يعني يشترط أن يكون مسلما غير كذوب، غير متهم بكذب، غير فاسق، غير مبتدع، على تفصيل في البدعة، لكن ذرونا من البدعة طالما فيها تفصيل. لكن المسائل الأولى أن هو أن يكون مسلما، ألا يكون كذوبا، ألا يكون متهما بكذب، ألا يكون فاسقا. إذا وجدت صفة من هذه الصفات بتقدح في عدالته مباشرة. ده مجهول العدالة، أنت لا تعرف عنه شيئا، عن عدالته شيئا. مجهول الحال عارفه لكن لم يوثقه أحد من أهل العلم، لم يزكي أحد من أهل العلم. كل من ينقل خبرا وأنت لا تعرف شيئا عنه يبقى مجهول العين، مجهول العدالة، مجهول الحال،
يبقى لا يحل لك أن تأخذ خبرا منه. معظم الشباب الآن بياخدوا الأخبار من الإنترنت كأنها مسلمة ويبني عليها أحكاما، ويبتدي من هذا المنطلق يبتدي يقرر إذا كان يسب هذا البني آدم، إذا كان يفسقه، إذا كان يكفره، إلى آخر ما تعلمونه في الإنترنت بكل أسف. أنا أريد أن أقول إن أعداء الدعوة كثيرون وقدامى، نحن واجهناهم سنين طويلة وحاولوا أن يلفتون بكل جهد عن مرادنا، فما التفتنا إليهم في يوم من الأيام. سلبت أعراضنا ونهشت، وقالوا عنا كل قبيح، ومع ذلك كنا نتعامل معهم بهذه الآية: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. كنا منصورين في كل الجولات فيما مضى، لكننا بعد أن جاء السيل هزمنا. هذا المسجد كان كعادته دائما هكذا، غاصا بأهله. لما قامت الثورة أين ذهب الشباب؟ حتى في شهر رمضان، وأنا نبهت على هذا في حينه وأبديت سببا لهذا الخلل. في شهر رمضان في اليوم الأول عادة الناس المسجد بيمتلئ والشوارع بتمتلئ، ياخدوا حاله أسبوع كده في أول رمضان، الدنيا ماشية تمام وفيش مشاكل، وبعدين يبتدي من أول نص رمضان الخلل يبتدي، إما لناس ذهبوا إلى العمرة وإما لناس فترة عبادتهم. لكن على الأقل في العشرة أيام الأول كان المسجد بيبقى ممتلئ. في رمضان الماضي ورمضان قبل الماضي كان يصلي في هذا المسجد نحو ثلثان، كان أنا فاكر يعني كان آخر صف في المسجد لحد أول الصندرة دي. طيب كان زمان في أمن الدولة وكان في ملفات خلاص، وكان الآباء يمنعون أبناءهم الذهاب إلى المساجد السنية اللي فيها يجتمع فيها الشباب المتسنن، وكان الجماعة المخبرين في المسجد تقريبا زي ما كان الشيخ كشك الله يرحمه يقول: الصف الثاني والثالث يستوي. ليه؟ لأن الصف الأول مخبرين كلهم، فيبتدي يسوي من أول الصف الثاني والثالث راجع يعني. وكنا نعلم هذه الحقيقة، ومع ذلك أنا فاكر في يوم من الأيام قبضوا على 90 واحد كانوا جايين يصلوا الجمعة، كان في الكمين بتاعنا اللي بره ده، كان الشباب يأتي من كل مكان، وكانت عربيات كاملة وأتوبيسات وبتاع والكلام، كانوا ييجوا في هذا اليوم كانوا قبضوا على 90 واحد. لما امتلأ قسم الشرطة وامتلأت أمن الدولة من تحت، بدأوا يطلعوا اللي الباقيين ويدوا لهم يعني يقول لهم روح خد البطاقة من الفرع. في هذا الوقت كان المسجد يمتلئ. ليه؟ لعلكم تذكرون بعض السلاسل الخطب اللي احنا خطبناه في هذا المسجد بعنوان منزلة المقاومة، وذكرت فيها في خطب طويلة أن أطول مرحلة يمر بها الإنسان قبل أن يصلب عوده هي مرحلة المقاومة، وذكرت فيها أيضا أن المرأة
إذا شعر بالأمان قل عمله. الذي كان يملأ هذا المسجد أو السبب الذي كان يجعل الشباب يتقاذفون في ليس في هذا المسجد في المساجد عموما كانت القضية التي كان يعيش لها. كنت أعرف في شباب كانوا ينزلوا قبل الكمين ويمشوا في الغيطان يلفوا ويطلعوا من وراء الكمين وهو سعيد أنه انتصر عليهم، له قضية ويريد أن يصل. هذه المقاومة هي التي كانت تحمله وكانت عصبه على الحقيقة. بعدما أمنوا تميعا بسقوط أمن الدولة، وأنا أشك كثيرا أنها سقطت لكنها خلايا نائمة تحتاج إلى أن تفعل فقط، ونحن لا ندري ما تحمله الأيام القادمة، يعني لا تفرحوا كثيرا، فالأيام القادمة ربما تشتمل على شيء من المفاجآت. فالدولة العميقة كما يسمونها الآن قائمة على قدم وساق، ونحن اللقمة السائغة المنتظرة. فأنا أرجو ألا يأمن إخواننا كثيرا وألا يستمر إهمالهم طويلا. أنا أرى إهمالا جسيما وأرى ارتدادا عن الأخلاق الحميدة التي علمناها شبابنا طيلة أعمارنا. نحن ما سببنا قط مع كثرة الهجوم علينا، وما أكلنا أعراض المخالفين مع كثرة الهجوم علينا، بل كنا نربأ بأنفسنا ونعتقد أننا دعاة لهذا الدين، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما انتصر ولا دانت له الجزيرة إلا بحسن خلقه. إن الرد بمجرد الشتم لا يعجز عنه أحد. كل إنسان يستطيع أن يسب، لكن أقل الناس هو الذي يعمل جانب الإنصاف. ونعوذ بالله من خصومة تسد باب الإنصاف وتصد عن جميل الأوصاف. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خيلا قبل نجد، فأسرت رجلا يقال له ثمامة بن أثال حنفي من بني حنيفة، وكان سيد أهل اليمامة، فأخذوه وربطوه في سارية المسجد. فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ يعني ماذا تظن أني فاعل بك؟ أدي ماذا عندك يا ثمام؟ قال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن ترد المال سل تعطه. فتركه إلى بعد الغد. ثم جاء فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن ترد المال سل تعطه. فتركه إلى الغد. يبقى كم يوم؟ في الأول تركه إلى بعد الغد، وبعدين جاءه ثم تركه إلى الغد. قال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني تقتل رجلا دمه غالي له ثمن،
يعني لن تمر بها، إذا قتلتني لن تمر بها، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن ترد المال سل تعطى. قال أطلقوا ثمامة، فلما أطلقوه ذهب إلى بئر قريبة فاغتسل ثم رجع، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والله يا رسول الله، شوف بقى الخطاب تغير، كان لسه بقول يا محمد هو بيكلمه، قال والله يا رسول الله ما كان وجه أبغض إلي من وجهك، فصار وجهك أحب الوجوه إلي، وما كان بلد أبغض إلي من بلدك، فصار بلدك أحب البلاد إلي، وما كان دين أبغض إلي من دينك، فصار دينك أحب الدين إلي، وإن خيلك أسرتني فمرني. ماذا أصنع؟ كان ذاهب هو إلى العمرة، كان ذاهبا إلى العمرة، فأمره أن يذهب إلى العمرة وقال له قولا حسنا. فلما ذهب يطوف بالبيت قالوا له يا ثمامة أصبوت؟ قال لا ولكني أسلمت. لا والله يا معشر قريش لا تصلكم حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يدخل الناس في هذا الدين إلا بهذا، إلا بالخلق ورعاية الخلق والترفع عن أعراض الناس وعن أموالهم وعن دمائهم. نحن لا ننكر أن في خصومنا فجرة، نحن لا ننكر هذا، بل عايناه وعشناه. يعني أنا لا أنسى مثلا هذا الصحفي الذي كتب في رمضان من حوالي 4 سنوات سلسلة، هو لم يتمها، لم كتب المقالة الأولى فقط بعنوان دعاة في العيادة النفسية، وبدأ بي، أول واحد ابتدى بينا، وكال لي التهم كل حرف تكلم به كذب إلا اسمي بس، هذا هو الصدق الوحيد الذي كان في هذه المقالة، إنما المقالة صفحة كاملة. وأنا في رمضان في مدرسة الحياة كنت عرضت على هذا المقال وبينت بعض زيفه، لكنه كذب كله. مجلة روز اليوسف متخصصة في شتمنا وسلب أعراضنا وتقبيحنا، وإننا بنأخذ فلوس من إيران، يعني بقول من السعودية مثلا، احنا أنا هاخد اسم الروافض؟ طب ده أنا أيام ما كان حزب الله بيضرب إسرائيل وأنا على هذا المنبر تكلمت عن الرافضة بكلام أغضب بعض إخواني من السلفيين، تكلمت وقلت بالنص الرافضة لهم دين آخر بخلاف دين الإسلام، وبينت وقلت كلام نعمة الله الجزائري في كتاب الأنوار النعمانية، قال لا يجمعنا بأهل السنة لا رب ولا دين ولا كتاب، الجزء الثاني من كتاب الأنوار النعمانية، وهذا من متأخري محققيهم، لا يجمعنا بأهل السنة لا رب ولا دين ولا كتاب. من ربهم؟ نحن نعرف من ربنا، ونعرف من نبينا عليه السلام، من ربنا ومن نبينا عليه الصلاة والسلام، ونعرف ما ديننا. هم من ربهم؟
ما دينهم؟ من نبيهم؟ وأخذت عدة خطب. فقال لي بعض إخواني: يعني ليس في هذا التوقيت كنت تتكلم بهذا الكلام، دول ناس يعني ضربوا إسرائيل وهزموها والكلام ده، فيعني لا تكن شوكة عليهم، ممكن تتكلم بهذا الكلام في وقت آخر، وأنا لا أعتقد هذا دينا، لا أعتقد هذا، بل إذا كان للشيء مقتضى فعلته. أنا مش هستنى لما الدنيا تبرد ويقولوا إن حزب الله هزم إسرائيل وياخذ الأمجاد كلها. ده في هذا الأسبوع 100 مولود في محافظة الإسكندرية اتسموا بنصر الله، حسن نصر الله، 100 مولود، وجاء هذا في الجرائد آنذاك، وتكلموا عن إذا جاء نصر الله والفتح. جماعة الجاهزين دول الذين يعانون من عقدة الهزيمة، حتى إن بعض قيادتهم، بعض قيادات لبعض الجماعات آنذاك لما مصر انتصرت على إفريقيا أرسل برقية تهنئة للشعب المصري، قالوا طب أنت مالك من الموضوع ده؟ أنت راجل يعني على رأس حزب ديني وبتاع والكلام. قال نفسنا في أي انتصار، أي انتصار حتى لو كان في الكرة. لما تبلغ الهزيمة إلى هذا الحد مش عارفين يعملوا أي شيء مع دولة اليهود، يضربها أي حد. حتى أنا لو تذكروا طريقة التجسس الأمريكية اللي دخلت على حدود الصين، مشيت على حدود الصين كده، والمقاتلات الصينية نزلتها في أراضي الصين، وأنا كنت في الشارع شفت ناس بيهنوا بعض إن في دولة أرغمت أمريكا على شيء، برغم انهم كلهم كفر في بعض، اذا كان الصين لا اله واذا كان التانيين مشركون كفره، لا كلهم كفر في بعض، لكن لمراره الهزيمه التي يشعر بها المسلمون هنى بعضهم بعضا بسبب هذا. تكلمنا وقلنا ان الرافضه دينه دين اخر، يقولون انت بيجي لك تمويل من ايران، مع اننا والحمد لله نقولها ما مددنا يدنا لأحد قط، ولا طلبنا من أحد شيئا، بل رددنا بعض ما كان ينبغي رده من باب المروءة، زي تأشيرات عمرة وأشياء رددناها وما استفدنا شيئا، عشان بس كل واحد يكون عارف رجليه فين. لا استفدنا من السعودية، ولا استفدنا من إيران، ولا استفدنا من أي بلد، الحمد لله، وعشنا حياتنا أعفة كراما لا نمد أيدينا إلى أحد، وأغنانا الله عز وجل من فضله. هذا الاتهام كله كان تهييج للدولة علينا، وبعدين الدولة ما تركتنا آنذاك لأنها تأمن جانبنا، لا، المسألة كلها مراحل، يعني هي تحتاج إلينا لأننا كنا صمام الأمن القومي آنذاك، ولا يزال العلماء هم صمام الأمان. شوف الصعيد لما كان في مواجهات في التسعينيات بين الجماعة الإسلامية وبين الدولة، تعزيزات الأمن في الصعيد كانت عالية جدا في الوقت اللي وجه بحري كان فيه مستريح، وكفر الشيخ كانت من المحافظات الآمنة مع يعني القبضة الأمنية الشديدة عليها آنذاك، وأنا حتى الآن ما ناش فاهم ليه، يعني برغم أن الدنيا انتهت وخلاص، أنا حتى الآن لا أفهم لماذا كانت هذه القبضة الأمنية الشديدة جدا. وتناقشت أكثر من مرة مع القائمين على هذا الأمر في أمن الدولة، لماذا تشددون القبضة؟ حتى أن هذا المسجد لما بني سنة 1418 وكانت أول خطبة في هذا المسجد لفضيلة الشيخ صفوت نور الدين رحمة الله عليه، وبعد ما خطب خطبة الجمعة جاء استدعاء لي وله، وذهبنا إلى الضابط هناك، والشيخ صفوت يعني رحمة الله عليه كان رجلا بهي الوجه، على وجهه طلاوة
وتشعر بمحيى السنة كده عليه، أسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له. ولو هيبة، كان له هيبة كده، فاتفقت معاه وإحنا رايحين أن هو يطالب بمعهد علمي، معهد يداد دعاء. ما رضتش أقول له، ما رضناش نقول معهد علمي لأن كلمة علمي دي تخوف شوية، قلنا معهد يداد دعاء زي خلق الله، ما بي في المعاهد الموجودة في مصر كلها يعني. قلت له أنا لن أتكلم، أنت باعتبارك الرئيس العام لجماعة أنصار السنة والمسجد ده تابع للجماعة، فأنت اللي هتتكلم وأنا هسكت خالص، لأن الضابط اللي احنا رايحين له مش هيقبل مني كلام، بالرغم أن كانت علاقتي بيك علاقة جيدة يعني، وتوفي يعني. أول ما رحنا هناك وجلسنا، بعد 10 دقائق الشيخ صفوت قال له طب احنا عايزين نعمل معهد لإعداد الدعاء. فأول ما اتكلم هذا الكلام أنا زكيت الإيه؟ الكلام. قلت له أنت عارف يعني إنه كف شيخ هادية والأفكار المنحرفة كلها الحمد لله مش موجودة في البلد وإلى آخره. قال كلموني في الموضوع ده بعد 3 سنين. فقلت له طب ليه 3 سنين؟ قال هي طلعت كده. والله يا اخوانا، وكان شابا صغيرا يعني، انا استقبحت جدا ان يقابل الشيخ صفوت هذا الرجل الشايب بتعبيرنا يعني، لحيته كلها بيضه وشعره كله ابيض، ان يقابله بمثل هذا. انما يعرف الفضل لاهل الفضل ذو الفضل. انا اعرف فضلك اذا عرفت فضل الاخرين. بعد طبعا لما قال هذا الكلام عملت انا بينه وبين نفسي خطه علشان امشي المعهد العلمي لحد ما تجينا 3 سنوات، لحد ما تعدي 3 سنوات. فعقدنا في هذا المسجد دروسا للكتب السته، ما اظن انها عقدت في بلد اخر. كان فضيله الشيخ وحيد بالي بيشرح صحيح البخاري، والفقير كان يشرح صحيح مسلم، وفضيل الشيخ إبراهيم شاهين كان بيشرح سنن أبي داود، وفضيل الشيخ صلاح الموجود كان بيشرح سنن الترمذي. وحاولت جاهدا أن أجيب الشيخ أحمد النقيب، فضيل الشيخ أحمد النقيب أو فضيل الشيخ مصطفى العدوي، كل واحد ياخد له كتاب النسائي وابن ماجه عشان يبقى الكتب الستة تمت وتبقى قرأت وشرحت وفك غامضها ووقفنا على معانيها، وفي الآخر ندي أسانيد للطلبة الذين حضروا هذه المحاضرات. ظللنا مدة يعني لم نهنأ كثيرا، ما أعرفش استمر 2 سنين تقريبا أو كده، نشرح في هذه الكتب. أنا شرحت حوالي 72 مجلسا من صحيح مسلم. الشيخ وحيد كان ماشي الاكسبريس صحيح البخاري، كان سريع. والشيخ ابراهيم شاهين كان ماشي على مهله خالص في سنن ابي داود، ما كانش عايز يمشي ويقف على كل ايه؟ على كل حاجه واربطها بالواقع والسيره وبتاع والكلام ده. الشيخ صلاح موجود كان بيجري برضه شويه في السنن الترمذي. وبعدين جاءنا ضابط من الخارج يعني وقف الدنيا كلها. وقف الدنيا كلها وبدأ بتوقيفي أنا من الجمعية الشرعية بسبب عقد قران بعض إخواننا. كان الشيخ فضيلة الشيخ محمد حسان جاي زيارة لي، فأنا قلت له إيه يعني ادخل بعدية وقول كلمة على أساس إنه إيه مش مرتبينها يعني، قول كلمة. هو قال الكلمة من هنا وأنا منعت من خطبة الجمعة في الجمعية الشرعية لحد النهارده يعني، أو لحد ما أنا يعني توقفت عن الخطابة من حوالي 2 سنين تقريبا إلا قليلا، ولم أدخل الجمعية الشرعية بعد ذلك خطيبا للجمعة. وبعد منعي من خطبة الجمعة منعت الدروس هنا في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية. بعد 3 سنوات ذهبت إلى هذا الضابط مرة أخرى وقلت له 3 سنوات عدوا،
فأنت وعدتنا أن بعد 3 سنوات أن احنا هنفتتح المعهد العلمي هنا، وبعدين المعهد العلمي لن يضركم في شيء، الأساتذة تكون عارفين أساميه والتلامذة عارفين أساميه وتسجلوا كل حاجة، بدل ما يعني يبقى كل الشغل حد يروح تحت الأرض وإلى آخره والكلام ده، فالمسألة تكون واضحة بالنسبة لكم، وفي نفس الوقت نعلم الناس. وأنا قلت لهم في ذلك الوقت، قلت لهم أنا رجل مثلا مدرس مصطلح الحديث لم أتم كتابا لحد النهاردة. ليه؟ لأني باجي أشرح الكتاب في المسجد ألاقي العوام غلبوا على المسجد. أنا عايز أشرح طلبة العلم، لو طلعت المكتبة فوق المكتبة مهددة، لأنهم هددونا بالفعل هياخدوا المكتبة. لو دخلوا لقوا مجموعة حد بيشرح لها ولا الكلام ده هياخدوا المكتبة. المكتبة دي يعني بنكون فيها من سنة 1989 جايبينها كتاب مليم لحد ما كوننا المكتبة بتاع الشيخ السامي اللي فوق دي. فأنا خفت على المكتبة إن أنا أجيب طلبة العلم وأشرح لها درس عشان أقدر أخلص أنجز، مش قادر أطلع فوق. فكنت بشرح كما تعلمون في هذا المسجد، فالناس بتيجي على السمعة يقول لك تعالى نحضر درس الفلان. طب درس الفلان أتكلم في الحديث إزاي بقى وانت راجل لا ليك دعوة بالحديث ولا تعرف حاجة عن الحديث ولا حاجة عن المصطلح والكلام ده، أقلبها تراجع. أنا فاكر مرة من المرات وأنا بشرح في الباعث في خسارة علم الحديث، بعد نصف ساعة في نص الجامع كده قام لي واحد وقال لي أنا من محافظة البحيرة وأول مرة أجي المسجد ده ومش فاهم ولا كلمة. أنا كنت العادة بقى يوم الاثنين يوم أدي صيد الخاطر درس تربوي، واثنين آخر أدي مصطلح حديث. فكنت يوم درس صيد الخاطر أنبه إن الاثنين اللي جاي مصطلح عشان ما فيش حد يجي يقول لي ده أنا مش عارف، وأنا طبعا عارف إن المسجد ما فيش عليه بواب ولا في حد بيشوف البطاقات ولا الكلام. كل يوم في رواد جدد يأتون على المسجد. فده كان صاحبنا، كنت أنا بتكلم أياميها في الشذوذ واخد الزهري كإمام وأصحاب الزهري اللي هم تلامذته كنموذج ما بين معمر وسفيان بن عيينة ومالك والزبيدي وجماعة دول. فقال أنا مش فاهم ولا كلمة، قلت له هتفهم دلوقتي. وبتكلم بقى على سفيان بن عيينة، قمت قلبها ترجمة لسفيان. طب طلبة العلم هم عارفين سفيان وحافظين وبيحبوه كمان وعارفين حياته، قلبتها ترجمة وكيع وترجمة سفيان وترجمة معمر وبتاع، وخرجت بره مصطلح الحديث مش عارف أشرح مصطلح حديث إطلاقا. ليه؟ بسبب العوام. عايز يتقفل علي باب عشان أقدر أشرح لهم وأخلص معهم كتاب واثنين وثلاثة وأربعة بحيث أن أنا أقدر أطلع كوادر في هذا الفن. طبعا يمكن بعد الثورة الحمد لله إحنا بنبني دلوقتي معهد، يعني المعهد العلمي مع شيخ الإسلام العلمي 12 دور، إحنا في الدور الثامن دلوقتي الحمد لله، يدعونا بالتيسير أن ربنا يتم علينا هذه النعمة وتظل هكذا. مش عارفين الأيام حبالة، يريدنا كل عجيبة، مش عارفين المخبئات شكلها إيه، أشتود ها؟ إذا كان يجوز يعني، ما أعرفش الشيخ وحيد يقول لنا جايز يا مولانا ولا أو الشيخ يكتفه شغله بقى. فأنا عايز أقول ده يعني أهو يدوب حاجة كده إيه علشان نقدر نقفل الباب ويدخل الطلبة إلى هذا المعهد العلمي، ويقدر كل عالم من هؤلاء العلماء اللي هيجي سواء كان في الفقه أو في الأصول يقدر يشرح ونصل إلى ذلك. المهم أنه بعد سنة بعد 3 سنين رحت وقلت له والله إحنا أنا معلش أنا بحكي لكم هذا لشيء أقوله لكم بعد كده. قلت له أنت وعدتنا بعد 3 سنين أن إحنا نفتتح المعهد العلمي. قال لا ده كانت كده وخلاص. قلت له يعني ما فيش معهد علمي؟ قال لي لا احنا دلوقتي بنضيق ما بنوسعش. فقلت له طيب ما هو سر التضييق؟ لماذا نضيق؟
ده انتوا باعترافكم اهو ان كل الافكار المنحرفه ماتت، وانك في شيخ بلد هادئه جدا، وان الجانب العلمي طاغي عليها يعني، فلماذا تحرموننا من هذا؟ قال لي والله انت عارف مصر ومش مصر وبتاع. قلت ماشي. اول مره استدعيت فيها للجهاز في القاهره قلت افتح هذا الموضوع. ويا جماعه العلم هو الضمان الوحيد لعدم وجود انحرافات، واذا كان عندكم اي ملاحظات علينا قولوا لنا. انتوا الان تزكون الطريق اللي احنا ماشيين فيه وتقولوا ان ما عندناش مشاكل فيه، وطريق هادئ وطريق علمي ويعلم الناس والى اخره. لو عندكم غير كده قولوا لنا. قالوا والله احنا مش هنجاملك، احنا لو انت عندك شيء اخر في الانحرافات وده احنا على طول بنقص. قلت له طب خلاص، ما هو المانع ان احنا نعمل معهد علمي اطلاقا؟ حاولت من جزء من المناقشه، طبعا كانت من صلاه العشاء الى صلاه اذان الفجر، تحاول 9 ساعات، كنا اياميها في الشتاء نتكلم في موضوعات شتى منها هذا الموضوع، وكل ما الاقي فرجه ان اتكلم في هذا الموضوع افتهه مره اخرى. عايز اقول يا اخوانا في هذا الجو الكئيب كنا اكثر ادبا وكنا اكثر التزاما. لا تظنوا ان كل اللي بيتكلم من فقهاء الكيبورد ليسوا من طلبة العلم، لا، في طلبة علم أساءوا الأدب مع أشياخهم الذين علموهم والذين لولاهم ما ذكروا، لولاهم ما ذكروا، شيوخهم اللي رفعوهم وكان يقولون هذا تلميذ فلان علشان يبقى له حشمة في البلد اللي هو رايحها. وفي بعض التلامذة شرحوا كتبا لأشياخهم، ومع ذلك يوم ينتكس مرة أخرى ولا يراعي حتى جميل شيخه السابق عليه. والله هذا العقوق نحن ما رأيناه قبل ذلك. أنا أريد أن أقول يا أخوانا الذي ترونه على الساحة الآن أنا أشبهه بنهر جف مجراه، وانتوا كلكم اولاد ارياف في الغالب يعني. لما يكون الترعه اللي انت اللي بتمر في البلد عندكم جفت وليس فيها ماء، شكلها بيبقى ايه؟ مليانه ريش وحشيش وجيف، تمام؟ اول ما بتيجي فيها ميه المنظر اللي انت بتشوفه ايه؟ الميه شايله الجيف، شايله الريش والحشيش الكلام ده. إذا أردت أن تشرب لا تستطيع. متى تشرب؟ لما السيل يأخذ كل هذا. فهل شبابنا هم هذا الزبد الذي يجرفه السيل؟ والله لئن كان هذا يبقى الإنسان يبكي على مصيبته. نحن ظننا أننا ربينا وبذلنا حشاشة أنفسنا في تربية الشباب، ولا أزعم أنهم جميعا هذا الصنف، لكن فيهم كثير. وأنا لا أقول هذا الكلام يعني تخمينا، لا، قدر اللي بفتح فيه الهاتف أنا أغلقت الهاتف حتى لا أرد، يمكن إخواننا يتصلون بي من كل مكان. أنا أغلقت الهاتف، أغلقت الهاتف بسبب تغير صدري من كثرة الذي أسمعه. نحن يا إخوانا أمة الخلق وأمة الدعوة، وكما سدنا لن نسود إلا بهذا الخلق مرة أخرى. أنا ظللت فترة السنتين قابعا في مهجعي، لم أكن خلوا أبدا. مشروعات العلمية أتممت كثيرا منها والحمد لله، لكن كنت مراقبا أكثر مني متحدثا. والآن بدا لي أن أتحدث مرة أخرى وأن أجمع الشباب مرة أخرى على ما كنت أهدف إليه وأصبو إليه.
فموعدنا إن شاء الله الأسبوعي يوم الجمعة بعد خطبة الجمعة، سأشرح فيها كتاب الرقاق، فك الوثاق بشرح كتاب الرقاق، أو أشرح فيها كتاب العلم من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله. وأرجو أن أرى سيما العلم على شبابنا مرة أخرى. أما الذين شتمونا والذين تعدوا علينا فأنا أصالة عن نفسي أقول هم في حل مني، أنا قد أحللت كل من تكلم عني بسوء. وأذكر آخر مكالمة من المكالمات التي جاءتني، شاب يبكي شدة ويقول إنه ظل سنوات يسبني ويشتم في، ولم يسمع مني محاضرة قط. وهذا من الشيء العجيب، يعني يشتمني ولم يسمع مني محاضرة قط، ثم سمع محاضرة، سمع خطبة جمعة كنت افتتحتها بكلام لأحمد ابن أبي الحواري، وهذه الخطبة الحقيقة من أعز الخطب على نفسي، يعني أنا قلما أستمع لنفسي، يعني الحقيقة لا أطيق سماع نفسي أبدا، ما أعرفش أسمع نفسي أبدا، ولا حد يفتح قدامي درس ولا خطبة وأصبر، لازم أقول له يقفل أو يحول التسجيل. لكن الخطبة دي بالذات لا أدري كيف انفتح لها قلبي، قلت في مفتتحها أن أمتنا، كلام معناه يعني ما أعرفش أجيبها لأني أكثر خطبي كنت أرتجلها، ما كنتش بحضر خطبي إلا العناوين بس، إنما حشر الخطبة من جوه ما كنتش بحضرها، ولذلك ما أناش حافظ خطبي، يعني ما أعرفش أسترجع أي خطبة من خطبي. يعني قلت إن كلام معناه يعني إن الفضلاء في أمتنا أكثر من العدد رمل عالج، ومن هؤلاء الفضلاء أحمد ابن أبي الحواري. سأله أحمد بن حنبل عن مولده، فقال له سنة مولده، فقال أحمد هذه سنة مولدي. أحمد بن أبي الحواري دي الكلمة جميلة جدا اللي أنا افتتحت بها الخطبة، وكانت الخطبة كلها عليه. قال ليس بالطاعة سعدوا ولكن بالسعادة أطاعوا، وليس بالمعصية شقوا ولكن بالشقاوة عصوا. تعرف تجيب الجملة الجميلة دي؟ ما أجملها. كان كلامهم درر، السلف دول كلامهم درر، ليس بالطاعة سعدوا ولكن بالسعادة أطاعوا، السعادة التي كتبت لهم وهم في بطون أمهاتهم، أطاعوا بهذه السعادة السابقة. ليس بالطاعة سعدوا ولكن بالسعادة أطاعوا، وليس بالمعصية شقوا ولكن بالشقاوة عصوا. هي دي الخطبة اللي سمعها صاحبنا وقرر بعدها أن يعني يتحلل مني، وقد أحللته، وأنا كما قلت قد أحللت كل من تكلم في، رجاء أن يحلني الله تبارك وتعالى يوم ألقى يوم الجمعة القادم إن شاء الله موعدنا. نعم، ما هو ما هي دي الحلاوة في كده، ما أنت لو شبعت ما أنتش جاي. إن شاء الله. يعني أنا اخترت الجمعة الحقيقة لأن يوم الجمعة عزيز على قلبي. يوم الجمعة ده هو كان اليوم يوم عملي، كان يوم عملي، ما كانش لا يوم الاثنين ولا كان أي درس ولا كان، يوم الجمعة كان يوم عملي لما كنت أصعد المنبر وأتكلم. نعم، هنعمل كل حاجة إن شاء الله، طالما أننا معاكم هنعمل كل حاجة إن شاء الله.
لكن أنا ببقى حريص أن يكون، لأن ده يوم جمعة وأنا حريص الحقيقة قبل المصطلح أن يكون درس تربوي نرجع شبابنا مرة أخرى يعني. بارك الله فيك. هننزل نطلع على سفر، ننزل على طول.